أثارت الفنانة اللبنانية سيرين عبد النور قلق جمهورها بعدما كشفت خضوعها لعملية جراحية في عينيها، وهو ما أعلنته في مقطع مصور نشرته على خاصية الستوري عبر إنستغرام. وقالت في هذا السياق: أنا عاملة عملية بعيوني، مشيرة إلى أنها تضع النظارات الشمسية ليلا لهذا السبب، ولافتة إلى أن ابنها كريستيانو يرفض أن تقوم بنزعهما. مشان هيك حتى العوينات بالليل، وابني مش راضي يشيلهم كمان. وكانت سيرين عبد النور قد كشفت مؤخرا عن الأغنية المفضلة لها وهي أيامي بيك للفنانة إليسا، ونشرت سيرين على صفحتها الرسمية عبر إنستغرام مقطع فيديو ظهرت فيه من داخل سيارتها وهي تتمايل على أنغام هذه الأغنية الشهيرة، وأرفقتها بتعليق جاء فيه: غنيتي المفضلة من فنانتي اللي بحبها كتير إليسا، لمين بتهدو هالغنية؟ مين مغروم؟ معك يا حبيبي نسيتني حاجات وتعبت. وكانت سيرين قد احتفلت بعيد ميلاد ابنها كريستيانو مع زوجها رجل الأعمال فريد رحمي وابنتهما تاليا، ونشرت سيرين على صفحتها عبر إنستغرام مقطع فيديو من الاحتفال الذي اقتصر على أفراد عائلتها فقط بسبب جائحة كورونا والتزاما بالتباعد الاجتماعي. كما عادت سيرين واحتفلت بعيد الأم ونشرت على صفحاتها عبر مواقع التواصل الاجتماعي صورة تجمعها بوالدتها، وأرفقت الصورة آنذاك بتعليق قالت فيه: ماما بحبك كتير، الله يخلي لي إياكي ويخلي أمهات العالم بصحة وسلامة جنب ولادها، الله لا يفرق أم عن ولدها. وقد تفاعل عدد كبير من المتابعين والنجوم والأصدقاء مع هذه الصورة، إذ عبروا عن إعجابهم بها وتمنوا لهما الصحة والسعادة، كما سارع البعض الآخر إلى مقارنة الشبه بين سيرين ووالدتها.